يا اخي حكم عميل ما تخلصوش والعام ما تخلصوش كيفاش يحبوا ينجم يقاوم كي تبدا ثم رشاوي هو اش يعمل الحكام اللي حشتوا بهم يقول لهم قولوا عمل لي ورقه افونس يعطيها افونس وما يحطوش في سيستم انفورماتيك تاع الجامعه كي تخلص من بعد دونك ياخذ افونس تاعي ماشي مورو واثنين كي تصب الفلوس من بعد ياخذ فلوسه كامله الافونس هذيك ما تنحاش هذا كيف كيف موجود فيها موجود في تقرير الرقم انا السؤال سالته لك علاش توا خاطر بون ولايات مشكله مياه نقولوا راك طارق بوشمامي مثلا لا 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 ورايا طارق بوشمامي حتى وقت وصل لك اللي خرج موضوع الخلاف بين مو عملوا هذه في حكايه الفخفاخ انت خاطر الفلان عنده خاطر حكايه النهضه عملوا هذه في كل دوسي نعملوا ثم ناس بينار صدق امل وعمل ما تنجمش تحل الدوسيات الكل لازم ان تريجر معناها ما نجمش نعوض الهيئات والجمعيات والقضاة ثم 255 حزب و216 نائب المفروض تسالهم هما انتم علاش ما خدمتوش مش انت ايش بخدمت هذيك كي يصير التريجر والله المني جدا اللي صار للشاب كي شات مع الحكايه هذيك قلت انا سامحني انا عندي عمري بين 40 انا كسالني شكون رئيس كامرون والله ما نعرف قل عيسى حياته نعرف رغم اني مش مهتم بالكور دوك فهمت اللي هذاك منصب دبلوماسي قوي صحيح كي نلقى مصري انا رئيس سويسرا ما تعرفوش وتعرف انفانتينو جوستما دونك كي نلقى منصب كيما كيك والمساره اللي ألمني مساره يقول لك والله هي التونسي سكر على التونسي باش يطلع نتاعنا وكلموني اخصائيين قالوا لي راهو صفقه بين وديع واحمد احمد ومزكي وكذا كي خرج في البي بي سي كما خرج في البي بي سي قلت هذه قامت الحكايه دونك التعليق اللي قدمه هو ماهيش موقع يقول لك السيد رابح رابح السيد عنده قداش من 52 تزكي ولا قداش قال لك رابح رابح ما يترشحش ما نجم يترشح الا من الجامعه نتاعو ترشح لا لا نحكي على اللي السيد قال لك احمد احمد أيه. عنده تسكين لا 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 بشير بشير رابح رابح علاش نمشي مع الخسار الخاسر اللي مفهوم ديبا توا في مستوى الفيفا اللي دفعوا لعدم الترشح اللي الفكره توا حتى في شروط الترشح كي تقرا وصارت في الكاف فما شكون منع من الترشح وتحت الكونديتيور نتاعو حاول شبهات فساد معناها شبهات فساد تنجم تطيح لك ميثاق الفيفا في ميثاق الفيفا ايتيكا مش الادانه توفر شكوك جديه ب شبهات الفساد دونك هذاك علاش انفانتينو اليوم ينجم يمنع احمد احمد انه يترشح سمعتوا الكلام وينجم هذاك علاش اما البوان اللي ديما نحكيو فيه ديما نحكيو على الحوكمه خاطر الكوره تو احنا مش الديبا نتاع وعلاش تو بالذات تو احنا متعاركين عندنا عام ونص متعاركين مع طارق بوشماوي قبل قبل ودي عجاري ويقول لك طارق بوشماوي طارق بوشماوي مره قالوا له اسمع علاش ما تحلفش انت ويوتش قال انا نختار وادي واي واتش لي انا يوقفوني هذاك كمشه صغار قال هو قبل تحكيت قبل ما تعرف بوشماوي جمله انا قبل اشرف معاش وانت كذبتني قلت عندي معلومه قعدت مع تعرف بوشماوي حاولوا برشا عباد يقنعونا نقعدوا معاه واحقاقا الحق هو اول من رفض قال لي هذاك الكمشه خروخ اللي وقفوني قدام قلت القضاء المالي ما نحطش يدي معاهم وجاو نفس العباد وقالوا لنا نتقابلوه وحنا رفضنا خاطر فما رساله مفتوحه نتفكرها بعثناها ليوسف الشاهد قلنا له قبل ما تبدا بالعبيد ابدا بالعبيد كما طارق بوشماوي علاش على خلفيه ما يسمى بسويس ليكس وقت اللي خرج فما فلوس موجوده بالخارج معناتك ما كنتوش منزلين حتى حد انتم ليش قلت لك انا طارق بوشماوي عرفته قبل حتى وديع الجاري وهو بالذات خذاها بمحمل شخصي كيفاش معناها احنا شوهناه لكن راهو وقتها خرجت فضيحه عالميه مذكور فيها هو بالاسم وقيمه المبلغ قاعدين نتابعوا فيها مثلا الموضوع هذا ليلي في قضايا المال اتهامات بالجمله مازالوا حكايه الادويه حكايه عقد الاستشهار هذاك عقد الاستشهار مهم جدا مازلنا